البرجر وهي بتنزلين المقادير سريعا وفي عجاله، هنتكلم طريقه المصانع ايه وازاي تعملوه. البرجر ننزل بمقاديره، استاذ طلعت العبقري مخرجنا الرائع، بننزل ب الوراك والصدور مع بعض. ليه؟ انا عايز الموزه عشان يبقى ناعم معايا. عباره عن نص كيلو فليه من الفراخ او صدور الفراخ مع وراك، اهلا وسهلا، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره ثوم بودره، نص معلقه صغيره من الجنزبيل، ربع معلقه صغيره ملح صيني او مرقه فوريه، والاثنين قلنا زي بعض، معلقه كبيره من النشا تديني تماسك، معلقه كبيره من اللبن البودره. هنحتاج جبنه موزاريلا لو حبينا نخليه كوردن بلو. حلو جدا الكلام ده، وتصوره بمقادير، ودي احلى طريقه. كنا زمان بنقعد نكتب ورا الشيف، دلوقتي تريك بنقوم واخدين الصورة ونبدأ بعد كده ان احنا في اي وقت بحتفظ بالصور ديت واشتغل بيها. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض وايه اللي ممكن نستبدله وايه اللي ممكن نعمله. بناخد معانا كده ادي الصدور او الصدر الفرخة مع الوراك عشان نبدأ نعمل مع بعض البرجر. عايز اقول لكم اختلاف الكلام ده في المصانع، عشان سألتوني كتير، ان هو بيبقى فيه بيدي مادة الزنسان، بيدي مادة اسمها فوسفات غذائي، بيدي الزنسان دي بتعمل على التماسك بتاعة العصير بتاع برة، بيدي فوسفات غذائي بيحبس المية جوه. انا حاولت يعني اللبن البودرة هنا بيساعدني في كذا حاجة مع النشا، لانكم مش هتعرفوا تجيبوا المواد التانية. ادي كده عندي المواد بتاعتنا، ادي لبن البودره مهمه يا شيف محمود، مهم جدا. وبعدين كهرباء واصله تماما اهيت معانا، وادي عندي توم بودره، بصل بودره، جنزبيل، عشان ما تلخبطش ما بينه وما بين اللانشون فكتبت على الورقه اللي عندنا. طيب انا يا شيف محمود ما عنديش بروسيسور زي دوت، اعمل ايه؟ بقدر ان انا الكلام دوت ان انا اخده في المفرمة على قد ما اقدر وانعمه جدا يا ست ام علاء. طيب عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ ربنا يخليكي لينا. انا بسلم على حضرتك، بس حضرتك مش عايزين حاجه. ربنا يكرمك ويبارك لي في عمرك يا ست الكل، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. حضرتك على القناه الجديده عقبال التسعيد على طول حضرتك. ده شرف ليا يا ست الكل، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا، تسلمي لي. متشكر يا ست الكل، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. هنبدا دلوقتي ان احنا نفرم الكلام ده، مطلوب مني يكون ناعم جدا، مطلوب مني الكلام ده يكون ناعم جدا. هنعمل كده، ولو عندي مفرمه اصول الكلام ده بقى ايه في المصنع. اصول الكلام ده في المصنع ان انا بطحن الصدور كويس قوي، وباخد الوراك ديت على الوش الخشن. في ناجتس ليه طريقه هديكم بتاعت المصانع، واللي هي ممكن اعملها في البيت ونتسبدل، في الستريبس، الفراخ المقرمشه، كل ده طريقته ايه في المصانع، وان شاء الله باذن الله نوصل لحلول كويسه مع بعض. تعالى كده، الريحه رائعه. ليه؟ انا اديت هنا توم بودره بس محتاجه شويه نعوميه. تلاحظوا لما نيجي ناكل الناجتس بيبقى فيه قطع فراخ كده خشنه شويه. اهم حاجه ان احنا بندي حاجه تعمل لي تماسك، بندي حاجه تعمل لي تماسك في الموضوع دوت. ايه هي؟ قلنا بره، هي الزنسان مع الفوسفات الغذائي. مش هنعرف نجيبهم، مواد بتخش في المصانع. استخدمنا هنا النشا مع لبن البودره للتفتيح. تعالى كده شفنا نعمل تمام، نودي ده يتغسل كده مع عمر، اهي شايف كده مخرجنا العبقري، شوف عامله ازاي، يا سلام حلوه قوي. ونبدا كده نفضيها في الطبق. لا نروح نغسله ليه؟ ما احنا هنعمل لانش، نروح نغسله ليه؟ ما نغسلوش ونتعب الناس ليه؟ ما هو هو نفس القصه. ونقرب الخليط كده اهو يبقى ظاهر لمخرجنا الرائع. وبعدين حلو قوي كده، انت كده لميت الدنيا كلها والدنيا كلها بقت واضحه تماما. خلي لي ده هنا عشان اما اجي استخدمه للانشون. ورجع لنا الماتور ده بقى هنا كده،
اصبحت الدنيا رايقه عندنا. هنبدا نشتغل ازاي؟ في عندي مكبس البرجر، ما عنديش مكبس البرجر زي ما اتفقنا. ما عنديش مكبس البرجر دوت، ما فيش اي مشاكل ابدا. هنجيب كيسين كده ونبدا نكبس سواء الساده او الكوردن بلو. نبدا نبله ميه كده، ده لو انا هكبس بيه على طول. علبه الجبنه اللي هي المثلثات زي ما اتفقنا، بقوم حاطط الكيس ده فيها كده، واقوم حاطط الفراخ، وعن طريق طبق بكبس كده، واقوم شايل الكيس، هيطلع لي قطعه البرجر. حلو الكلام ده؟ تمام. وبعدين قطعه كده، وادي جبنه موزاريلا او جبنه شيدر، ونبدا نجيب الكلام ده كده كوره قد قطعه الاستفندي، ونبدا نحط فيها الجبنه بتاعتنا اهي. ده كده اللي هو الكوردن بلو او اللي هو بالجبنه. وبعدين دايما خلي الميه كده عشان اما يحصل ان الحاجه في ايدينا بتلزق او بتلزق معانا، فتقدر انها ما تضايقناش في الشغل، نبقى سرعة جدا في عمليه الشغل. وادي كده، وادي كده كيسين بالشكل ده، نوسع لروحنا كده شويه، ونقوم عاملين كده بالمكبس. طب ايه بديل المكبس دوت يا شفنا؟ ايه بديل المكبس دوت؟ قلنا عليه دلوقتي. طيب دي كده اللي هي كوردن بلو اهي بالجبنه. عايزه بقى سعادتك تحطيها في الفريزر، يا اهلا وسهلا. عايزه سعادتك تشتغلي بيها على طول، نشتغل بيها على طول. وادي كده عندي في كذا نوع من انواع المكابس ديت. صغرها لي كده شويه وهات لي كده. ليه بين كيسين يا شيف محمود؟ ما بتاخدهاش على طول ليه كده؟ هتلزق وهتضايقك، وفي الاخر ارمي الكيسين او سيبيها زي ما هما. الكيسين هنا كده سيبيهم زي ما هما، وعينيهم في الفريزر. ازاي الكلام دوت؟ انا بحاول زي ما اتفقنا ان احنا نسهل مع بعض الدنيا لست البيت. وادي كده اهو اللي هو شغل بقى السرعه، وحضرتك هتشغل. ادي واحده، وادي كده هنا كده، وادي كده ثلاثة مثلا اهم، ونقوم عاملين كده وكده اهو، ضغطة بسيطة كده. وادي كده الزيادات دي هنشيلها. ها شايفين الدنيا؟ واه المكبس ده موجود عند المحلات دلوقتي اللي هي للأدوات المنزلية، عملنا بالثلاثة تعملي بالأربعين. عيني لولادك، مش هخدم على شغلي واقعد اقول لكم خدوا بالكم. انا هنا بعمل لكم الحاجه الصحيه، انا هنا بره الناس وحشه بره المصانع. لا لا، انا ماليش دعوه بحد، ولكن ادي الطريقه اللي حضراتكم طلبتوها. طيب انا ما عنديش جريلا يا شيف محمود، ما عنديش جريلا في البيت، اعمل ايه بس؟ ما فيش عندي سعاده الجريلا، فبالتالي حضرتك تقدري تستخدمي صينيه او طاسه. صينيه او يكون عندي طاسه. هبتدي اجيب الزيت كده، وانا مش هحمر، انا بشوي. ادي الصينيه او الطاسه، مش لازم يكون عندي الجريلا ديت، حتى في كده طاسات بالشكل دوت. وابتدي على طول ان انا اعمل كده، هتلاقوا ولا بيكش. دي كوردن بلو بتبقى محمله هي شويه، وكل ما كانت قطعه البرجر رقيقه كل ما عملت معايا شغل مميز. كان ممكن اجيب معايا بقى الكايزر والكاتشب والمايونيز. مره هنعمل الكاتشب والمايونيز ان شاء الله عشان مشاهدينا الجداد اللي هنا، واقعد اعمل سندوتشات. خلاص بقى انتوا هاتوا الكايزر، اهم حاجه احنا وصلنا للموضوع بتاعنا. مين اللي معايا استاذتنا الغاليه؟ وادي كده، وادي كده. اعمل التلاتة دولت عشان حتى اما اخد الفاصل ابقى انا جاهز كده، والدنيا معايا مميزة جدا وسهلة ما فيهاش اي حاجة. ها تعالى لي كده يا شفنا، مش محتاج ان انا بالله دلوقتي. وادي كده، وادي كده. هبدأ دلوقتي اشوي على مهلي خالص. هاخد الفاصل بتاعنا دلوقتي، وبعد الفاصل هنرجع مع بعض نشوف هنكمل ايه ونعمل ايه. فاصل وعود لحضراتكم.
اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل ابتدينا نحط البرجر على الجريلا زي ما حضراتكم شايفين كده، ولا كش ولا راح ولا جه، واخد شكل البرجر اللون فاتح جدا اللي هو بنشوفه وبنجيبه من بره. مره تانيه نبقى نعمل مع بعض البرجر المقرمش. ادي كده البرجر عندنا طلع، ما بياخدش وقت ولا كش ولا راح ولا جه. تعال نغرف الكلام دوت ونبدا نشتغل على طول في اللانشون ونشوف دنيتنا فيها ايه. اهو كده لو عملنا الطبق ده لاولادنا النهارده ان شاء الله. اطفيلي بقى الجريلا عشان الدخنه، وادي كده على مهلنا خالص، واهو ها الاخبار تمام. شايفين اللون الاحمر جاي منين؟ ها ايه جاي منين يعني يا شيخ محمود؟ مش جاي من حتة. وادي كده ها شايفين الجبنة جوه حلوة. وبعدين كده هنبدأ ناخد شوية بطاطس كده، شوية بطاطس كده، شوية بطاطس كده. خلص الموضوع بتاعنا تماما، خلص الموضوع يا شيخ.